شاء الله حطلكم لكم الرابط فوق على الجهة اليسرى من الشاشة بالنسبة لكم، يطلع حرف اي كذا وتشوفوا. وشوف ما شاء الله الان هذا ايش، 4 بوينتس، هذا اوتيل 4 بوينتس ما شاء الله تبارك الله، هذا فندق 4 بوينت. وين على يساري ظاهر مباني سكنية أو شيء، والله ما بعرف، هل هو تابع لنفس المشروع كمان ما بعرف. من السيارة في ناس كده إلا يبغوك تصور وأنت نازل من السيارة. اللقطة السابقة كانت من هناك وأنا تحت كنت طالع، هذاك الفندق 4 بوينت، وهنا ايش؟ كوثيرون كوب ثورن اوتيل برضو، وهذا ميلينيوم اسمه ميلينيوم كوب ثورن النسيم، ما اعتقد هي اوتيلين ولا واحد ما بعرف. ماشي، في منارتين حتطلع التوسعة الجديدة، حتكون مستوى ارتفاعها مستوى ارتفاع الساعة ان شاء الله. ممكن في سؤال يتبادر وهو الاوتيلات هذه، ايش رايك يا سلمان هذه الاوتيلات قريبة من الحرم لا او لا؟ شوف الناس اللي تهتم بكل التفاصيل الدقيقة، المحراب ما شاء الله، هذه قبة المسجد، يعني ما شاء الله من الأمور اللي مبذولة في هذا الجامع من إتقان وإلى آخره، ويشوفوا كل كبيرة وصغيرة. إحنا إلى الآن ما استوعبنا إنه واحد يصور فيديو. ما شاء الله تبارك الله. يسار انا كده اشوف مصلى النساء هناك، من يميننا مكتبة عائشة الراجحي الله يرحمها، وهنا عاملين بس ما ادري والله مع الشمس يبان ولا، عاملين مغسلة اموات، مغسلة الأموات اللي في المساجد عادة بتكون مجانية، يعني أهل الميت ما يلزموا بدفع أي رسوم إلا إذا رغبوا في ذلك، وأي متبرع يبغى يتبرع للمغسلة، لكن هنا ما بعرف إيش نظامهم، لكن عادة هي هذه الناحية المقابلة للطلعة للصعود اللي كنا هذه، في فندق اسمه باركين حسب ما شفت.